السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبايبي، رجعت لكم في جديد. إن شاء الله اليوم هنشوف اللي هو الدجاجة، الديك اللي هو الرومي، دجاج الديك الرومي. طبعا أنا وعدتكم إن أنا أصور معاكم اللي هو الحلقة هذه، فصراحة يا جماعة الخير في منكم قال لي إنه أنا حاب إن أنا أشوف عشان أتعلم. فنبدأ باللي هو بالفيديو، شوية أساسيات. طبعا يا جماعة الخير انا لما نقلت من هان كلكم شفتوا لما انا نقلتها، انه انا حطيت لها غاد اكل ومية وشرب، زي ما انتم شايفين غاد اللي هو الاكل والشرب. طبعا هذه الشرسة يا جماعة الخير. صراحة انا قلت لكم ان انا هعملكم عليها فيديو انه انا افحص البيض، واجا الوقت اللي انا افحص البيض. صراحة انا عامل فيديوهات من السنة اللي فاتت، ولكن في كتير منكم قالوا لي يا ريت تعملها عشان نشوف يعني ونفهم وكده يعني. فأنا اليوم يا جماعة الخير جايكم في الفيديو هذا. فقبل ما نبدأ، إنه يا ريت لو أول مرة بتفوت قناتي يا ريت تعمل سبسكرايب، تفعيل تنبيه الجرس يصلكوا الجديد، ونشوف اللي هو البيض اللي تحتيها. صراحة وقتش أنت بدك تفحصه بعد اللي هو 10 أيام من الرقد بإمكانك إن أنت تفحصه. طبعا يا جماعة الخير كلكم عارفين إنه أنا هذا البيض طبقين، فالطابق الثاني برضه فيه اللي هو أنثى، هذه هي ولكن راكده بالشقلوب. هذه مش شرسه يعني، هذه حنونه وبتعضش، عندها اكلها وشربها نفس الكلام. حنفرجيكم اللي هو الانتاية اللي انا فحصتها معاكم في الفيديوهات اللي قبل، انه ناكد انه هي بتبيض ولا لا، وهل انه هذه اللي هي بتبيض عشان ناخذ البيض اللي هي كانت تحتيها. مش عارف هل انت حتفهم علي، لو انت حضرت الفيديو اللي قبل حتفهم علي. فان شاء الله حنروح على البيت الثاني اللي هو فيه الديك والانات التنتين اللي ضلوا، الثلاثه قصدي اللي ضلوا، وحنفحص اللي هو البيت البيض هذا. ولكن هذه شرسه يا جماعه الخير، فبدنا ناخذ حرص يعني حرص منها. صراحه انا متعود انه انا افحص معاكم كل حاجه واعملكم اللي هو حاجات ايش بصير عندي بعملكم اياها اول باول. طبعا للتذكير انه انا يا جماعه الخير اي حاجه بأصورها بتنزلش في نفس اليوم. يعني على سبيل المثال أنا اليوم مثلا صورت اللي هو الرومية هذه وتحتها البيض والكلام هذا، تمام، هينزل الأسبوع الجاي، تمام. هو هينزل، انتوا هلقيت شايفين الفيديو، لكن مش عارف هل فهمتوا عليه ولا لا. يعني التصوير بيكون قبل أسبوع، يعني انتوا بتشوفوا الفيديو بيكون الاشي صاير عندي قبل بأسبوع، تمام. فبديش أخدكم وديكم، خلينا إيش نطلعها من اللي هو البيض، من تحت البيض، على اساس انه احنا نفحص البيض. طبعا يا جماعه الخير هذه الشرسه، شوفوا شايفين كيف شرسه ومش زي اللي عندي. يعني انا عندي 4 أناتي غيرها مش شرسين يعني زيها، يعني هي شرسه بمعنى اصح، يعني شرسه كتير يعني. فبدنا نطلعها. صراحه انا كنت حاط تحتيها بيضتين من باقي الفقس تبع اللي هو الكتاكيت، فبدنا نشوف هل طلعوا ولا لا ونرجعهم. صراحة كنت حط 3 بيضات، ولكن في كتكوت طلع بنفس اليوم اللي انا حطيته، وانا اجيت بالليل لقيته ايش فخصة، تمام، لقيته فخصة وقتله. فهلقيت بدنا نشوف البيضتين بعد 3 ايام لما حطيت اللي هو البيض اللي هو تحتيها، فاحنا هنشيلها. لقيت، فانا بدي اهب عليها فجأة هيك مرة واحدة، ويعني اغم وجهها، فاهمين كيف، وامسك جناحينها كده على اساس ايش انه انا اطلعها. بسم الله بسم الله. طبعا كلكم عارفين انه هذه انا حطيت تحتيها تقريبا 11 بيضة، فبدي انقلها في البيت غادي على اساس انه يا جماعة الخير شرسة وكده. طبعا يا جماعة الخير لما بدكم تفحصوا اللي هو البيض لازم في الليل، تمام. بدنا نحطها، صراحة الدنيا بتشتي شتاء مش طبيعي، فحنسكر الباب عليها وحنرجع ناخدها، تمام. فبدنا نروح نشوف اللي هو البيت او البيض. زي ما انتو سامعين في صوت كتكوت، كنه كتكوت. تمام، هذا الكتكوت اللي انا حطيت البيض، حطيت البيض اللي هو الدجاج اللي ما فقسش، فهيو يعني فاقس فاقس شكلها انتايا ألفت مفقس ألفت. والبيضة الثانية هذه هي،
طب انا ما حطيتش البيض هذا معاه، تمام؟ انا ما حطيتهش هذا البيض معاه، هذا البيض كان تحت اللي هو الدجاجة، اللي هي الدجاجة اللي هي كانت تحتيها بيض وطلع كتاكيت، فضل بيضتين. هاي البيضة الثانية مش عارف هل حتنقر وتطلع ولا لا، ولكن نأمل الله خير. تمام، حنحطها، وحاخد اللي هو الكتكوت هذا على البيت غاد عند امه. خليكم بس معنا شوية. تمام يا جماعة الخير، احنا هناخد اللي هو الكتكوت هذا ونديه لامه اللي هي الدجاجة. طبعا حناخدكم لايف كده. زي ما قلت لكم، هذا اللي هو الكتكوت كان تحت اللي هو امه، وهذا اللي هي الكتاكيت. صراحة كمل عند اللي هو الرومية، حنحطه. هذه هي الكتاكيت. اذا بتلاحظوا في اختلاف كمان في العمر، ها زي ما انتم شايفين، هذا عمره اللي هو هذا اسبوع او اكثر، وهذا هي اليوم لسه. زي ما انتم شايفين يا جماعة الخير، هذه هي الكتاكيت. صارت نايمين تحتيها، فهذا مش موضوعنا، ولكن احنا على اساس انه انتم تشوفوا ايش صار معايا. هذه هي الكتاكيت وهي امهم، وهي اللي طلع معنا، هي واكل كتكوت هذاك اللي طلع توي. صراحة مش حيبلش ياكل، هو هلقيت بده بس دفى، فاحنا هنتركهم ترجع ترقد عليهم على اساس انه هي تدف الكتكوت اللي غادي. طبعا انتم ملاحظين انه هذول عمرهم اقل حاجة اسبوع، وهداك في القرنة تبع توي لسه صغير، لسه اول يوم له. فهنروح نفحص البيض معاكم هلقيت. طبعا بسم الله ان شاء الله انا هغير لهم الفرش تبعهم ان شاء الله بكره. تمام يا جماعة الخير، ايش احنا بدنا على اساس انه احنا نفحص؟ اول اشي لازم نجيهم في الليل، تاني حاجة لازم نجيب اللي هو ضوء كشاف او اي حاجة، المهم ضوء، مش ضروري يعني جوال او موبايل او اي حاجة، المهم يكون يعني ضوء انه احنا نفحص عليه. تمام، هنبدأ انه احنا نجيب البيض. صراحة يا جماعة الخير انتوا عارفين وانا حكيت لكم كذا مرة، ولكن احنا هنشوف هل البيض اللي جوا في جنين او لا. تمام، زي ما انتوا شايفين هنيجي ونحط عليها هيك، هذه من النظرة الاولى ما فيش فيها، شايفين كيف ما فيش فيها ولا حاجة. تمام، نحط على شقة، نجيب الثانية ونحط عليها، الظاهر برضو ما فيش ولا حاجة، مش عارف هل الباقي كله هيك ولا لا، مش عارف صراحة. نشوف اللي بعدها. صراحة يا جماعة الخير اغلبيته يعني عندنا خشينا على البيض كله، مش عارف صراحة يا جماعة الخير. المهم هي ما فيش نطفة بالمرة، مش مبين معنا بالمرة ولا حاجة ولا اشي مبين، مش عارف صراحة كيف شكله، كله نفس الاشي، ما فيش نطفة بالمرة ولا شعرة ولا حاجة، مش عارف صراحة. احنا هنضلنا نشوف قبل ما نشوف ايش القصة. تمام يا جماعة الخير، اغلبيته ما فيش نطفة، ضايل بس تنتين نشوفهم، برضو هاد ما فيش شي وهادي ما فيش. تمام يا جماعة الخير، طب احنا ايش نسوي يا ابو ادم بالحالة هادي؟ جيناهم بعد 10 ايام وما فيش ولا نطفة. تمام، خليه كمان اللي هو يومين وشوف ايش بصير معك. تمام، نشوف البيضة هادي تبعت الدجاج. صراحة هادي يا جماعة الخير مش معاهم، تمام، انا هادي قبليهم، فيها كتكوت يعني زي ما تشوفين سودا، فيها كتكوت، هذا اللي اخذتها من عند اللي هو الدجاجة. تمام يا ابو ادم، هدول كلهم ما فيش فيهم اللي هو جنين،
وانت اجيت اللي هو 10 ايام. تمام يا جماعة الخير، انا مش متأكد هل 10 ايام او اقل، ولكن انا اللي بذكره انه انا حطيتهم تقريبا 9 و10 ايام، مش ذاكر. المهم هنسيبهم كمان اللي هو يومين، لو اجينا بعد يومين وفحصنا وما لقيناش شيء هنترككم كمان يومين، لربما مع السقعة يعني يكون في اختلاف اللي هو وقت اللي هو الجنين لما اول ما يتكون. صراحة انا لما كنت افحص معاكو كنت افحص بعد 10 ايام في اللي هو الصيف مش في الشتاء، فاحنا هنشوف ايش حيصير معانا فيهم. هرجع لكم في فيديو تاني واقول لكم ايش صار معايا. هات نشوف اللي فوق، اللي فوق بعديها ب5 ايام نشوف ايش القصة، فخليكم معانا. طبعا يا جماعة الخير زي ما انتم شايفين هذه هي، وانا جبت اللي هو بيضاء، ولكن برضو مش حيبين معانا، مش حيبين خالص زي ما انتم شايفين، مش اي معنى للي هو التكون. تمام هنجيب كمان واحدة على اساس انه احنا نتأكد يعني وكده. نشوف. تمام برضو نفس الحاجة. تمام طبعا يا جماعة الخير زي ما انتم شايفين هذا اللي هو البيض، احنا اجيناه وما لقيناش فيه اللي هو تكون جنين. ما نخافش ولا نيأس، نخليه كمان اللي هو يومين او 3 ايام او 4 ايام ونيجي نفحص. المهم احنا يعني نضلنا نسابر او نضلنا ما نملش، نضلنا نفحص ونظبط ونحط اكل وشروب ونطلعها تاكل وتشرب وتعمل حمام وكل الامور هذه، وما يعني ما الواحد ما يأسش ويتوكل على الله وبس. خلينا ايش نروح نرجعها. طبعا يا جماعه الخير زي ما قلت لكم الانتاية اللي احنا هدول ايش جيبوا ما علينا عندنا بنطلعهم. الانتاية حوشت بيض اللي هي الثانيه، هذه هي الانتاية اللي هي التالتة. حناخد الانتاية هذه ونرجعها غير. تمام يا جماعة الخير حنرجعها. المهم الواحد ما يأسش يا جماعة، يضلوا مثابر وان شاء الله نتيجة بالاخر. صراحة احنا اجينا في وقت اللي هو لسه ما فيش فيه تكون جنين، ولكن حنجيكو في فيديو تاني ان شاء الله اول ما نتأكد، يعني صار او ما صارش هجيكم في اللي هو فيديو تاني وحقول لكم ايش صار معايا اول باول، على اساس انه انتم لو صارت او حتصير معاكم يعني تتعلموا لاخطاء يعني غيرك او تتعلم في حاجات انا تصير عندي. تمام فالهان بنكون وصلنا لاخر الفيديو. ان شاء الله انا قلت لكم حعملكم فيديو تاني حبايبي. بهيك بنكون وصلنا لاخر الفيديو، بتمنى لو عجبك الفيديو تسلخ لايك، لو اول مره بتفوت قناتي يا ريت تعمل سبسكرايب، تفعيل تنبيه الجرس ليصلك كل جديد. حبايبي تمرش عليكم يوم من غير ابتسامه، اكثروا من الصلاه على النبي، اذكروا الله يذكركم، استغفر الله يغفر لكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام يا جماعه.